يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، سيزن جديد مع النادي الاهلي بيبدا فعليا وعمليا النهارده. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا الحلقه ويبداوا معانا موسم ان شاء الله باذن الله. املنا على قد تحدياتنا كبيره جدا في موسم يكون ناجح، وعلى قد احلام وطموحات جماهير نادي الاهلي. اسئله كثيره جدا عارف بتدوروا على اجابه ليها، هحاول في حدود القدر المتاح لي من معلومات ان انا اجاوب على كل اسئله حضراتكم، وخصوصا سؤال المهاجم. انا عارف انه جماهير النادي الحقيقه انت يعني يجي لك احساس اول ما تصحى من النوم انه مصر كلها بتسال على المهاجم بتاع النادي الاهلي اخباره ايه. هنتكلم في موضوع المهاجم النهارده، وخليني الحقيقه اتكلم في سؤال يمكن يكون ما يخصش النادي الاهلي لوحده، صحيح يخص النادي الاهلي بشكل كبير بما انه واحد من اكبر الانديه الشعبيه على مستوى العالم، وبالتالي حضور جمهوره بيتهيأ لي هو الصفقه الاهم اللي المفترض انه الناس تسال عليها. خد بال حضرتك انه الاهلي بكل انجازاته العظيمه اللي حققها في الثلاث مواسم الاخيره او الاربع مواسم الاخيره تحديدا، منهم ثلاثه دوري ابطال، منهم اربعه مشاركه في كاس العالم حقق فيهم اثنين برونزيه، منهم تتويجات على مستوى السوبر الافريقي على مستوى الدوري المحلي والكاس يعني كل السلطات والبابا غنوج اللي جايه مع القاب وبطولات الاهلي في الاربع المواسم الاخيره اتحققت في ظل غياب اللاعب رقم واحد هو جمهور النادي الاهلي. يعني لك ان تتخيل، وطبعا ده حصل بشكل استثنائي في بعض المباريات او بعد المواجهات اللي شفنا قد ايه حضور الجمهور في ملاعب المباريات دي كان عامل مؤثر وايجابي في اوقات احتاج فيها الاهلي وسكواد الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي لجمهور. شفنا ده بيحصل في مناسبات مهمه جدا زي ماتش الهلال في بطوله دوري ابطال افريقيا او ماتش الترجي حتى ولو كان بشكل جزئي. اللي عايز اقوله خلاص الامر إن السؤال اللي علينا إن كلنا الحقيقة كل ما هو له علاقة بالنشاط الرياضي في مصر إنه يجد إجابة عليه. سؤال مرتبط بالمسابقة، سؤال مرتبط بقوة البطولة ومستوى المنافسة فيها، مش بس داخليا. أنت النهاردة بتتكلم وناس كتير بتتكلم، منها كلام ليه معنى ومنها كلام كتير جدا ملوش معنى وخارج السياق في إطار مقارنات بين دوريات عربية بينها وبين بعض. والقصة بالنسبة لي مش مسألة أسماء على الإطلاق، الأسماء دي شفناها بتحصل كتير وتكررت كتير، وأنا مبسوط الحقيقة باللي بيحصل فيه عند الأشقاء في السعودية بالطفرة اللي حصلت على مستوى استقطاب النجوم والأسماء الكبيرة في كرة القدم. لكن هل ده يأثر؟ أنا قلت لكم التجربة دي عشان تحكم عليها مش الموسم ده ولا الموسم اللي بعده، محتاج ثلاث أو أربع مواسم تطمن فيها واحد على قدرة الأندية السعودية على الاستمرار في نفس النهج ده، وقدرتها أو استفادتها من تواجد الأسماء دي على المستوى الفني سواء على مستوى الأندية أو على مستوى اللاعب السعودي نفسه. نتمنى لهم النجاح، ده شيء ما فيش شك فيه، لكن هل تجوز المقارنة؟ بالتأكيد لا، لأن احنا شفنا ده بيحصل في أمريكا، شفنا ده بيحصل في الصين، شفنا ده بيحصل في اليابان، شفنا ده بيحصل في الخليج حتى لو كان على مستوى أو على سكيل أقل من كده شوية، وما اعتقدش انه كان في فارق واضح. والدليل انه اذا كان في مباراه في الدوري الانجليزي في مواجهه مباراه بيلعب فيها انتر ميامي اللي بيلعب فيها الاسطوره ليو ميسي او رونالدو لاعب النصر السعودي في نفس التوقيت، ما اعتقدش انه حد هيتفرج على ميسي ولا رونالدو ويسيب مباراه في الدوري الانجليزي مثلا بين السيتي والارسنال او بين اليونايتد ونيوكاسل او بين تشيلسي وتوتنهام مثلا يعني على سبيل المثال. فالقصه مش قصه اسماء، لكن القصه اكتر ولو ترجع بالذاكره كده لشكل ووضع الدوري الانجليزي، القصه قصه منافسه، القصه قصه بطوله. والبطوله بالتاكيد تفقد كتير جدا جدا من قوتها، تفقد كتير من رونقها اذا ما كانت خاليه من الحضور الجماهيري. دراعنا اللي بيوجعنا دراعنا اللي بيوجعنا وبيحاولوا يمسكونا منه، قصه غياب الجماهير اعتقد هو السؤال الاهم اللي مفترض انه الاعلام الرياضي، رابطه الانديه، اتحاد الكوره، وزاره الشباب والرياضه، والانديه الشعبيه والجماهيريه المستفيد الاول من قصه الحضور الجماهيري على المستوى الفني قبل ما يكون على المستوى المادي، كلها معنيه بالاجابه على السؤال ده، متى تعود الجماهير الى المدرجات مره اخرى؟ السؤال اللي يمكن طرحه كابتن المحمود الخطيب، وكنت مستني الحقيقه ان انا اشوف
حاله عصف فكري، انه الناس تبتدي تتكلم في افكار. عندنا تجارب ناجحه على مستوى منتخبنا الوطني، وعندنا تجارب ناجحه على مستوى الانديه، وشفنا ده مع النادي الاهلي الموسم الاخير. ازاي ممكن التجربه دي تتكرر بشكل طبيعي ومنطقي مع وضع كامل الحدود اللي تحفظ كل الحقوق لكل الاطراف، واهمهم طبعا الدوله المصريه، اللي بعتقد انه عوده الجماهير للمدرجات هيضيف بشكل كبير جدا للصوره وللانطباع اللي متاخد عنها في حاله نجاح التجربه. اعتقد انه ده السؤال المفترض ان كلنا نشغل نفسنا بيه دلوقتي. اما السؤال اللي شاغل يعني بال الجماهير وعقول الجماهير كلها، قصه المهاجم اللي كل يوم بنسمع طبعا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الاعلام المختلفه انه الاهلي بيفاوض فلان، وانه الاهلي اتفق مع فلان، وانه الصفقه تمت هنا، لا الصفقه خلصت هنا، وانه صفقات او اسماء قديمه كانت مطروحه من قديم الازل عادت مره ثانيه للظهور على الساحه. خليني اقول لحضراتكم انه الساعات الاخيره شهدت تحركات مكثفه من مسؤولين النادي الاهلي في ملف المهاجم. اسماء مش هقدر اقول لحضرتك اسماء، لانه الاسماء المطروحه كتيره ومختلفه، وتعودنا هنا على شاشه الاهلي بنقول الامر واحنا متاكدين منه بنسبه 100%. موليكا اسم غير مطروح على الاطلاق. الملف بتاع جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش اتقفل ضبه ومفتاح. جوستافو سوزا طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا، والتويت او التغريده اللي هو عملها وفكره انه مكمل في التعاقد بتاعه، هو قفل الباب اعتقد من وجهه نظري، دي وجهه نظر مش معلومه، من وجهه نظري مؤقته، لكن ما قفلش ملف جوستافو سوزا. وارد جدا جدا سوزا في يوم من الايام او في فتره انتقالات شتويه تلاقيه موجود في نادي الاهلي، لكن الاسم المطروح او الاسماء المطروحه على طاوله المفاوضات في اداره النادي الاهلي واداره التعاقدات ملهاش علاقه خالص لا بموليكا ولا بجوستافو سوزا. واعتقد واغلب الظن وملف المهاجم ده او ملف الانتقالات والميركاتو ده انا محتاج اتكلم فيه كتير النهارده، وهستفيد واستغل وجود كابتن عمرو الحديدي وهناقش معاه الموضوع ده، لانه الجاي كمان اصعب. الجاي اصعب، مفترض انه انا لو ببص على موسم انتقالات صيف 24 ابقى محضر ليه من النهارده. حجم المنافسة بقى في منتهى الشراسة، فكرة السكاوتنج اللي غايبة، خد بالكم انه في اسماء كتيرة جدا من اللي اتمنتها جماهير النادي الاهلي او اللي تفاوض معاها ادارات سابقة في النادي الاهلي جت هنا على مائدة المفاوضات قبل ما تطلع اوروبا، وكانت بارقام تختلف جملة وتفصيلا عن الارقام اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. السوق اختلف وتغير، دخول الخليج والسعودية على وجه التحديد في المنافسة على شراء نجوم أوروبا هيعلي بشكل كبير جدا من سقف أو من أسقف تعاقدات، حتى لو كنا بنتكلم على القارة الأفريقية. هنا بتيجي أهمية السكاوت، هتكلم بالتفصيل مع حضراتكم ونشوف الأهلي محتاج إيه. بس خليني أحط برضو نقطة قدامكم، أنت النهاردة بتتكلم على فريق بيرجع له أو بيضاف على القائمة بتاعته ست أسماء ممكن جدا جدا تكون مؤثرة وتصنع الفارق. ست أسماء تقريبا غابت عن المشاركة مع الأهلي في تحقيق الإنجازات الموسم الأخير بطولات كامل العدد. أولهم عودة أكرم توفيق وكريم فؤاد، والاثنين قوة ضربة لا يستهان بها. كريم نيدفيد وصلاح محسن من الممكن جدا، أعتقد أن هم فنشوا الموسم بشكل جيد جدا. أتمنى أنه مع كولر يعيد اكتشافهم مرة تانية. الاثنين عندهم إمكانيات واعدة جدا، والاثنين عندهم مقاومات ان هم يكونوا لعيبه في نادي الاهلي، ده مفيش شك فيه، لكن ازاي تفجر الطاقات اللي موجوده جواهم دي هتبقى مهمه مارسيل كولر. ضيف على ده يعني عوده امام عاشور من احتراف خارجي وانضمامه للنادي الاهلي وصفقه رضا سليم من الجيش الملكي المغربي. الست لعيبه دول بالتاكيد اضافه اكيد هتكون مؤثره جدا مع مارسيل كولر. هل ده معناه ان احنا مش محتاجين مهاجم؟ لا، انا بشوف ان الاهلي محتاج اتنين مهاجمين مش مهاجم واحد في موسم هيكون صعب جدا وشاق جدا، مع الاخذ في الاعتبار واحد الارقام اللي حققتها خزينه النادي الاهلي من واقع البطولات بتاعه الموسم الاخير، واللي اعتقد ان جزء كبير جدا من وجهه نظري يجب استثماره في صفقات الموسم القادم، مع الاخذ في الاعتبار انه صفقه رضا سليم وامام عاشور ما كلفوش خزينه النادي الاهلي كتير، بالعكس يعني اعتقد انه الفارق ما بين بيه حمدي فتحي
ومحمد شريف للوكرة وللخليج تقريبا يبقى أقل بحاجة بسيطة جدا من التكلفة اللي تكلفتها إن لم يكن موازي لتكلفة صفقة إمام عاشور ورضا سليم. يبقى الأهم وأنا عيني برضو كجمهور، صحيح أنا كجمهور مش معني قوي بقرارات الإدارة، لكن في النهاية بالتأكيد الإدارة حاطة قدام عينيها حجم الجوائز المالية المتوقعة الموسم القادم من مشاركات الأهلي في السوبر ليج الأفريقي، في كأس العالم للأندية، في تشامبيونز ليج أفريقيا. تكلم تقريبا على حجم أو إجمالي جوائز يوصل لحوالي 15 مليون كحد أقصى، وما يقلش بالنسبة للأهلي ومشاركاته إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أكرمنا في البطولات دي عن 10 مليون دولار، وبالتأكيد ده داخل في الاعتبار. هختم بأبو صلاح. أبو صلاح اللي كان فيه كلام كتير، وأنا هنا يمكن من أسبوعين لما قلت لحضراتكم إنه قصة صلاح تقريبا شبه مستحيلة، فكرة انتقاله طبعا شايفين الصورة المعبرة جدا، نجوم الاتحاد، الاتحاد في زيه الجديد، نجوم الاتحاد كريم بنزيما، فابينيو، جولو كانتي، ثلاث أسماء كانت متألقة في ملاعب أوروبا، منهم طبعا فابينيو في ليفربول مع صلاح، بنزيما في الريال، جولو كانتي مع تشيلسي، في مواجهة داروين نونيز وفيرجيل فان دايك عمالقة الليفر، كل واحد بيحاول يستقطب صلاح لقصته. القصة تروح على فين أو تنتهي على إيه؟ محدش عارف، والقرار الأول والأخير هيكون عند صلاح نفسه. لكن لما أكدت لكم الحقيقة فكرة إنه مستحيل صلاح ينتقل الموسم الحالي، وارد جدا فكرة انتقاله في المواسم القادمة، في أنباء في الـ 24 ساعة الأخيرة بتقول إنه صلاح قريب جدا من توقيع الكشف الطبي عليه في نادي اتحاد جدة. طبعا أعتقد إنها تكون صدمة للجماهير، يعني أنا شايف إنه وجود صلاح في ليفربول من وجهة نظر الجمهور، خدوا بالكم في النهاية لا يهم وجهة نظري ولا يهم وجهة نظرك ولا يهم رأي أي حد في القصة، صلاح هو صاحب الرأي الأول والأخير وهو بالتأكيد أدرى بمصلحته. لكن الكلام لما كنت بتكلم على صلاح في ليفربول مش بس قصة إنه بقى واحد من أهم الأسماء والأساطير في الأنفيلد، مش بس إنه قدر يحطم عدد كبير جدا من الأرقام القياسية ويحقق تقريبا كل الألقاب مع ليفربول على مستوى منافسة هو الأعلى، مفيش شك، على مستوى الكرة الأرضية كلها، مش بتكلم بس على مستوى أوروبا، الدوري الإنجليزي، البطولات الإنجليزية، بطولة الشامبيونز ليج، هي أقوى وأعلى مستويات في كرة القدم على سطح الكوكب. لكن كمان كان عندي حلم وكان عندي أمل، كنت نفسي جدا بعقلية صلاح إنه يكون بيحلم نفس الحلم ده. مش فكرة بقى، صحيح ده جزء مهم من المعادلة، فكرة أنه يكون مثل وأنه يكون قدوة، وفكرة أنه الطموح وتحقيق الذات أهم بكتير من المادة، ده في حسابات اليوتوبيا، يعني في حسابات المدينة الفاضلة، في حسابات الناس اللي بتكلم على الحلم وعلى المنطق وعلى تحقيق الذات. لكن على أرض الواقع أكيد المادة بتحكم، وأنت شخصيا لو مكان صلاح وتعرض عليك عرض بمبلغ فلكي وخيالي زي ده هتفكر مليون مرة قبل ما ترفض. لكن القصة والأمل والحلم والطموح بالنسبة لي إنه لاعب مصري في يوم من الأيام ياخد البالون دور، دي بالنسبة لي كانت المعادلة الأهم. وصلاح لو انتقل لاتحاد جدة بشوف إنه أبعد ما يكون عن تحقيق الحلم ده. ليه بقول حلم البالون دور؟ صحيح بتكلم عن لاعب مصري، وصحيح بتكلم عن لاعب أفريقي، وعارف إنه الحسابات بتدخل فيها اعتبارات كتيرة جدا، لكن في ظل ابتعاد ميسي عن الصورة، وفي ظل ابتعاد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وفي ظل ابتعاد أيضا كيليان امبابي، أعتقد أنه صلاح يملك فرصة وأفضلية كبيرة جدا في المنافسة على لقب البالون دور الموسم القادم، وده واحد من أهم الأسباب اللي خلتني أتمنى أنه محمد صلاح يكمل في ليفربول. لكن رأيي يهم؟ بالتأكيد لا، القصة والحكاية والرواية في النهاية عند أبو صلاح نفسه. فاصل ونبدأ حلقتنا. عودة مفاسة قلب الأسد طبعا أكرم توفيق، يعني نتمنى له إن شاء الله موسم موفق ونجح بدون إصابات، واحد من أهم اللعيبة اللي هيمثلوا إضافة كبيرة الحقيقة لسكواد الأهلي، سواء رجع في مكانه مع هاني باك يمين، هيبقى عندك اثنين من أفضل باكات اليمين في مصر، أو رجع حتى في قلب الملعب مركزه الأساسي كديفندر. برضو أعتقد أكرم الحقيقة بروحه وبإصراره ومستواه اللي كان وصل ليه واحد ما تقدرش تغفل عنه كواحد من أهم لعيبة خط النص في مصر في السنوات اللي جاية، وواحد من أكتر اللعيبة الحقيقة اللي عندها الروح والإصرار. تفرق معايا قوي 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 حتة
اللعيب اللي نازل يعني يموت نفسه في الملعب، لعيب بدرجه مقاتل. واكرم من النوعيه دي ان شاء الله نتمنى له موسم ناجح. ومع كولر وارد جدا جدا جدا، يعني بشوف انه اكرم من اللعيبه اللي ممكن جدا ان شاء الله اول ما يستعيد مستواه وياخد فرصته كامله يحافظ على مكانته بشكل اساسي في الفريق. نيدفيد كمان، نيدفيد الحقيقه حاله، نيدفيد من يومه من هو صغير من هو في الناشئين مفيش حد ما اتكلمش على انه نيدفيد لاعب مواصفات عالميه، يعني كل اللي شافوه وفي ناس يعني مش هقول اسماء لكن كلهم الحقيقه أثق جدا 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 بشكل كامل في تقييمهم للخامة، للكواليتي، للإمكانيات والقدرات، ومنهم أسماء احترفت بره في نوادي كبيرة جدا. ما كانش بالنسبة لي محل شك، ظروف طبعا الإصابة وتكرارها وابتعاده عن الملاعب، وهو برضو الحقيقة قصة إصرار وتحدي. أتمنى إن شاء الله بإذن الله السنة دي يكون هو الإعلان عن تفجر قدرات كريم نيدفيد. كريم فؤاد مش غريب على كولر، كريم فؤاد واحد من اللعيبه اللي تألقوا في بدايه الموسم اللي فات كجناح يمين، كان واحد من اهم اسلحه الاهلي الهجوميه، وانا بشوف كريم من اللعيبه الكويره، لعيب عنده كوره كويسه جدا، وواحد من اللعيبه الجوكر زيه زي اكرم توفيق، تقدر توظفه في مراكز كتيره جدا في الملعب، باك شمال، باك يمين، جناح يمين، علامة الكاملة بصراحة، سواء لما كان بيلعب مع امبي كباك شمال او لما جه لعب معانا باك يمين او لما وظفه كولر كجناح يمين. طيب خليني ابدا بقصة المعسكر. طبعا الفرقة هتكمل ان شاء الله باذن الله بعد عودتها مرة تانية للتدريبات، وهنتابع معاكم تدريبة النهاردة، يمكن شفنا الشوط الاول منها لقطة اكرم توفيق، لكن هنروح للتتش نتابع مع حضراتكم لقطات كده من التمرين. كل لعيبة الاهلي شاركت باستثناء طاهر اعتقد مع يعني دكتور تامر ابو العينين حاطط له برنامج تاهيلي عشان هو عنده التواء بسيط كده في كحل القدم، فما شاركش في التدريبه وما خضعش للقياسات امبارح. ياسر طبعا الف سلامه على كابتن ياسر ابراهيم، عمل عمليه بسيطه كده في بطن رجله فبالتالي برده مش هيشارك، لكن ان شاء الله الاثنين هيكونوا مع الفريق في معسكره في النمسا اللي هيستمر ان شاء الله. اعتقد الفرقه هتسافر 28، المعسكر يستمر اليوم 6 باذن الله 6 سبتمبر، وبعدها هيكون الرجوع لمصر بقى ان شاء الله. الدوليين هيروحوا مع المنتخب الوطني، عندنا مباراه اخر محطات المنتخب الوطني في تصفيات امم افريقيا هتكون يوم 8 مع اثيوبيا هنا في القاهره، وبعدها هيكمل معسكر المنتخب لمباراه تونس يوم 12/9. امام طبعا في ظهور لي في تمرينة النادي الأهلي النهاردة، أكرم توفيق، كريم فؤاد، متولي، كهربا ده أعتقد اللي مدينا ظهره، كل لعيبة الأهلي مشاركة زي ما قلت حكم باستثناء، لا ده مش كهربا ده كريم نيدفيد. طبعا نتمنى التوفيق للجهاز الجديد أو الإضافات، يعني الجهاز مش جديد لكن طبعا في تغييرات. دكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي، كابتن خالد بيبو مدير كوره، يعني اتمنى التوفيق للجهاز في مهمته الصعبه والاستثنائيه، موسم يمكن يكون من الصعب تكراره مره تانية. فزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله الفرقه ترجع يوم 6 من النمسا، الدوليين هيروحوا لمنتخب مصر الوطني يلعبوا المباراه الرسميه. قصه بقى ماتش تونس ده انا ليا فيه كلام كتير، لانه النهارده الاتحاد الافريقي اتكلم على تحديد مكان وميعاد مواجهه السوبر الافريقي الاهلي واتحاد العاصمه اللي هتكون في السعوديه، هقول لكم التفاصيل بس بعد ما استقبل كابتن عمرو الحديدي ضيفنا النهارده في السادسه، وقابلكم ونتكلم في كل الموضوعات والملفات. خلوني استقبل نجمنا النهارده في السادسه كابتن عمرو الحديدي في بدايه الموسم واستعدادات الاهلي بدات، شفتوا لقطات من داخل ملعب تيتش دلوقتي ونجوم النادي الاهلي بيستعدوا لموسم جديد، نتمنى ان شاء الله يكون موسم ناجح وموفق ويكرر فيه كولر مع الفريق الانجازات اللي حققها السنه اللي فاتت، ونضيف عليها حلم الاهلي ان شاء الله في مونديال الانديه اللي هيقام في ديسمبر المقبل. كابتن عمرو اهلا وسهلا بيك، وسيزن ان شاء الله يعني وانت بتشرفنا في اول حلقات ويكون ناجح وموفق زي الموسم الاخير ان شاء الله باذن الله. بدايه جديده للنادي الاهلي، اول حاجه انا بتشرف ان انا موجود معاك يا استاذ احمد، ونمره اتنين ان النادي الاهلي يبدا بقى الهرم الجديد اللي احنا شفناه يبقى امر واقع، يطول ويطول ويطول، يبقى بنفس ارتفاع حجم البرج ان شاء الله. على الاحتفاليه طبعا شفتها ازاي
وايه اهم الرسائل اللي انت شفتها في احتفاليه الاهلي بالموسم مش يعني هو اتقال استثنائي، بس انا شايف انه ده الطبيعي للنادي الاهلي وان شاء الله نقدر نكرره مره واثنين وعشرة. هقول لك على حاجه. اول حاجه هنتكلم عن اهم نقطه اتقالت في الاحتفاليه. كابتن محمود الخطيب قال كلمه وهو على المسرح، قال اللي جاي اصعب كتير كتير. دي رساله للعيبه ان الامور اللي حواليك اللي انت عملته من اوراق اعتماد لعيبه كوره اقنعت أي. مدير فني، ومدير فني اقنع جماهير النادي الاهلي، والالتفاق حوالين نجاح بالمواصفات من 6 بطولات او 6 انجازات، حققت 5 ما عدا كاس العالم للانديه، مش هيطلب منك اقل من كده. الشكل العام بقى والعدوى اللي بيشوفوها كل الناس وبتبدا من النادي الاهلي، الشكل الجمال المنظر التالق الديكور، كل حاجة حلوة حصلت، حتى لعيبة النادي الأهلي حتى وهم لابسين اللبس الجديد. بادئ من البداية كولر بصعوبة، بادئ بضغط، بادئ بأول يوم جه فيه. طب خليني اقف معاك مع الصعوبه دي، لان بتهيألي الصعوبه كمان اللي يقصدها كابتن خطيب في الرساله دي مش بس مرتبطه بصعوبه الموسم للنادي الاهلي، لكنها بصعوبه المرحله اللي بتمر بيها الكره المصريه ككل. بيهمني اسمع رايك في ده، بس تعالى نطمن الناس الاول. نروح كده بدايه لملعب التتش وناخد نظره على التدريبات، ونستقبل زميلنا كريم احمد موجود في النادي الاهلي في الجزيره يطمنا على المرحلة الأولى من استعداد الأهلي للموسم الجديد، قبل ما نروح للمرحلة الثانية إن شاء الله اللي هنتابعها معاكم من النمسا. الأهلي مفترض يكون عنده مباراتين وديتين هيلعبهم في النمسا أثناء فترة الاستعداد للموسم الجديد. خلينا نستقبل كريم. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، وكل التحيه طبعا لكابتننا الكابتن عمرو الحديدي، والشكر والتحيه موصولين ايضا لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. طيب دخلنا في الجد سريع النهارده، كنت لسه بتكلم قبل ما استقبل كابتن عمرو الحديدي على تحديد الاتحاد الافريقي لموعد مباراه السوبر بين الاهلي واتحاد العاصمه اللي هيكون يوم 15. اجنده الى حد كبير متخبطه زي ما كنا بنعاني المواسم السابقه. ابدا معاك من تواجد لاعيبه الفريق النهارده في الميران، الاستعداد للموسم الجديد، شغل الجهاز الفني طبعا اللي كان فيه تغييرات يمكن كابتن خالد بيبو دكتور تامر ابو العنين. عايز اعرف منك الحاله او تنقل لنا الصوره في ملعب مختار التتش دلوقتي يا كريم. يعني طبعا في البدايه بنقول او لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بيقولوا على بركه الله ان شاء الله باذن الله، وكلنا بنقول على بركه الله في الموسم الجديد. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون موسم مليء بالانتصارات مليء بالانجازات كما عهدناه طبعا لعيب النادي الاهلي. موسم منقضي كان صعب جدا، كان مليء بالضغوطات والصعوبات، لكن الحمد لله لعيبتنا فرحت كل الجماهير. بالنسبه طبعا لحجم المباريات وحجم البطولات اللي مشاركين فيها لعيبتنا تستحق كل التحيه والتقدير، لكن اللي فات انتهى زي ما احنا بنقول، ويمكن زي ما الكابتن محمود الخطيب بيقول رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي فات خلاص القادم هو الاصعب. فان شاء الله باذن الله يكون موسم النادي الاهلي في بدايته وانطلاقته في معسكر فريق النادي الاهلي في النمسا يكون في استفاده فنيه كبيره جدا، استفاده بدنيه كبيره، يعني الانسجام بقى محتاجينه، الخبرات الكبيره جدا. مستر كولر يمكن قلنا هذا الامر، الراجل كان عنده يعني صعوبه كبيره جدا في تصحيح الاخطاء في التواجد في بعض التدريبات، الراجل كان بيحاول كل 48 ساعه يأهل لعيبه لكن في متسع من الوقت. ايضا كمان مباراتين وديتين مهمين جدا ان شاء الله باذن الله هيقف بيهم على الحاله بشكل كامل. لكن انا يمكن عايز اقول نقطه مهمه جدا الحقيقه، يمكن لسه واخد معلومه من رئيس الجهاز الطبي تامر ابو العينين. هنتكلم على اكرم وكريم توفيق، يعني بنقول يعني بشره خير طبعا لكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر اكرم وكريم بمشيئه الله ان شاء الله. عقب العوده من معسكر فريق النادي الاهلي في النمسا يكون كريم واكرم جاهزين للمشاركه مع فريق النادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا الحقيقه، لان يمكن النادي الاهلي فقدهم خلال الفتره اللي فاتت من المباريات والبطولات، ان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه كعادتهم مع فريق النادي الاهلي، بجانب طبعا كل الصفقات اللي رجع لنا وكل اللعيبه اللي راجعه من الاعاره، رضا سليم ايضا كمان، وامام عاشور، كريم ندبه، صلاح محسن، كل اللعيبه دي ان شاء الله تكون ليها دوافع كبيره، معنويات كبيره، تحقق ان شاء الله كل البطولات مع فريق النادي الاهلي. يمكن النهارده التدريب الاول بقى بالنسبه للكوره، امبارح طبعا كان في القياسات الخاصه طبعا ببدايه الموسم، بتكون امر مهم جدا، شاقه شويه يعني تستغرق عدد من الساعات، يعني من 8 الصبح حتى الساعه 4 و5 كان عدد من الساعات كبير جدا، لكن نقطه طبيه مهمه جدا بتقدر تقيس عليها خلال الموسم كل الامور الخاصه بالامور
الامور الطبيه، ويمكن اتكلمنا على الهيت ماب قبل كده. كل الامور دي الحقيقه مهمه جدا. النهارده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي بدا في تمام الساعه السادسه، يعني مش هنقدر نقول تدريب قوي على قد ما هيكون تدريب النهارده في جرعات بسيطه جدا، لان العوده يمكن الفتره كانت كبيره 21 يوم، يمكن عدد كبير جدا من الايام. لكن الواضح على لعيبه النادي الاهلي التركيز الكبير جدا في المعسكر، كابتن خالد بيبو اتكلم معاهم، مستر كولر امور عديده جدا، الراجل بيتكلم على اهميه هذا المعسكر ان احنا نكون مركزين فيه. فان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي مستمره في التدريب اليوم وغدا ان شاء الله في تمام الساعه السادسه، على ان يكون صباح يوم الاثنين سفر مباشره الى النمسا. يمكن كان مستر كولر معودنا قبل ما بيكون في اي سفر بيكون في تدريب صباحي، لكن الراجل يمكن عنده متسع من الوقت في تدريبات صباحيه ومسائيه في النمسا، فيكون السفر ان شاء الله يوم الاثنين صباحا. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. على هامش ايضا للتدريب بكل اللعيبه طبعا بقى، يعني سواء خالد عبد الفتاح يعني ان شاء الله يكون جاهز هيشارك في المباريات الوديه، طمنا ايضا كمان من طبيب النادي الاهلي عليه امام عاشور، طاهر محمد طاهر متواجد في التدريب، ياسر ابراهيم يمكن هو اللي غاب عن تدريب الامس هيكون متواجد في تدريب الغد. الامور الحمد لله مبشره جدا، يا رب ان شاء الله تكون انطلاقه جيده ومعسكر يعني يستفيد بيه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. زميلي احمد، طيب خليني اسالك على ملف الاصابات، لانه كان في كلام على طاهر انه عنده التواء في كحل القدم، كان في كلام على السليه انه ممكن يبقى عنده شد في العضله الخلفيه، حالتهم ايه بالظبط، وهل هيكونوا جاهزين للحاق بمعسكر الفريق في النمسا ولا لا يا كريم؟ يعني طاهر متواجد النهارده في التدريب، ان شاء الله يكون متواجد وجاهز للسفر، وزي ما بقول لك يمكن في متسع من الوقت كبير جدا، حتى اللي بيأهل ممكن ان هو يأهل بعض التوقيتات هناك على ان يكون في المباريات الوديه. عمرو السوليه يمكن شارك في جزء بسيط جدا في البدايه، ومش هيشارك طبعا في التدريب الجماعي، لكن غدا ان شاء الله موجود. كل اللعيبه الحمد لله جاهزه. يمكن اللي مطمن الواحد ان انت عندك وقت خلال هذا المعسكر ان انت اللي ناقصه اي حاجه هيكملها، طبعا مع الجوانب الفنيه اللي منتظرينها مستر كولر، لكن باكد لك الحمد لله رئيس الجهاز الطبي طبعا الجديد دكتور تامر ابو العنين اكدنا منه على الاصابات، الراجل طمنا بشكل كبير جدا. هو يعني في لعيبه طبعا عندها طبعا الشغف ان هي تلعب، الراجل محجمهم شويه، عارف ان يمكن الامور صعبه، مش عايز يكون في اصابات متكرره، لكن باكد لك كل اللعيبه اللي متواجده في فريق النادي الاهلي هتكون ان شاء الله باذن الله في النمسا. ويمكن كمان النهارده شفنا معتز وزعلوك من طبعا قطاع الناشئين، من الواضح ان مستر كولر ايضا كمان هيتم الاستعانه بيهم في المعسكر. طبعا انت عارف زميلي احمد مباراه وديه، ثغرات العديه او الشكل العددي بالنسبه للتدريبات محتاج الراجل يكون معاه عدد من اللاعبين، فان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا في النادي الاهلي ان هو يكون في استفاده كبيره جدا، وتكون عودتهم ان شاء الله باذن الله بانطلاقه الموسم بالسوبر، البطوله اللي اكيد كل جمهور النادي الاهلي منتظرها ان شاء الله. صحيح، واضح كمان الاوزان تمام. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد. دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده. شايف الصوره ايه؟ كنت لسه بتكلم على الاوزان، واضح ان الناس يعني واخده بالها من نفسها دايما مع العوده، ببقى متوقع ومتخوف كده. مش هيبقى زي خلاص، اللعيبه دي عندها نضوج كافيه استاذ احمد للفتره ديت، هم عارفين اللعيبه دي شافت اللي ما شافتوش لعيبه ثانيه يا كابتن عمرو. طبعا طبعا يعني الفتره اللي هم بيتكلموا فيها، بص يمكن انا قلت لحضرتك اوراق اعتماد كل لاعب هتتعاد من جديد تاني لتتعرض على كولر الفتره اللي جايه، كل واحد فيهم عايز يحجز مكان، كل واحد عايز يقول له انا الاقدر بالمكان. الروح التنافسيه هو الكسبان الوحيد فيها اسم النادي الاهلي، الكسبان الوحيد فيها هو كولر. أيوة. ان يبقى عنده روتيشن كبير يدور صحيح. فيه زي ما هو عايز في اداء اللعيبه. صحيح، حتى بما فيهم معتز وزعلوك اللي كان بيتكلم يعني احنا شفنا ومعتز محمد شفنا اسماء كتيره جدا. اللي جاي الراجل يعني الراجل بص يا صاحبي، الراجل عمل خطه لنفسه مؤقته، هي خطه تقديم اوراق اعتماده. صحيح. اول لما الناس عرفته واقنع مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي انت جددت، احنا ما كناش نعرفه، ما كانش اوراق اعتماده باينه لينا. اوراق اعتماده ظهرت في مباراه السوبر مع الزمالك، ان هو كسب مباراه واحرز هدف برونو سافيو والاهلي خد البطوله. الراجل بعد كده شغله بان، الراجل قعد يدور على من هو اللاعب او الصفقه الناجحه، طلع كولر صفقه نجحت النادي الاهلي في اختيار مدرب كميته ومشروعه يليق على النادي الاهلي في الفتره دي. صحيح. طيب تسمح لي عشان انا كنت بتكلم على بدايه يعني بادين الموسم بكده حاله تخبط مش لاقي لها مسمى تاني، فكره انه يبقى في مباريات رسميه للمنتخبات الافريقيه يوم 8، ماتشنا مع اثيوبيا وبقيت طبعا التصفيات، اكيد طبعا لعيبه الاهلي الدوليه حتى بما فيهم معلول وديانج وممكن اوتاو وممكن رضا سليم وكريستو تلاقيهم مسافرين، وبعدين في ماتشات اجنده دوليه، منتخب مصر عنده ماتش مع تونس يوم 12، فالمفاجاه ان الاتحاد الافريقي النهارده بيعلن انه مباراه السوبر الافريقي هتتلعب في السعوديه ان شاء الله، هتستضيفها مدينه الطائف على استاد الملك فهد الدولي. النهارده وخليني اقرا لحضراتكم البيان، الاهلي
أرسل بيان بعد ضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب للارتباط بالسوبر الإفريقي. أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، جاء فيه أنه نظرا لأن المنتخب الوطني تأهل والحمد لله رسميا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة من 4 ل 12 سبتمبر نظرا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره، وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ونادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يوما في دعم ومساندة المنتخبات، وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عام 22 مع مشاركة الأهلي أو مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب. وجاء في ختام الخطاب أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي. الموضوع مش صعب. يعني مباراة ودية ومباراة رسمية. هنشوف من ده كتير السنة دي. يعني احنا مصممين كل أربعة أيام ماتش، كل أربعة أيام مباراة. بص يا أستاذ أحمد، الراجل يعني حاسس بالخطأ دوت، يمكن قاله في كل المؤتمرات الصحفية بتاعته. انا نفسي اقول للاعيبتي انا مش عارف اصحح حاجه، مش عارف اعمل تصحيح اخطائي في الملعب، مش عارف اتكلم مع لاعيبتي، انا مجرد يوم استشفى، يوم المعسكر، اليوم الثاني المباراه. كل 3 ايام النادي الاهلي اللعيبه كانت فاضل ان بيقول لك العضلات بتاعتها هي اللي تصرخ وتقول اجازه اجازه اجازه. هو علامه الاستفهام هنا كابتن عمرو، وطبعا احنا طبعا انا متوقع شخصيا يكون في استجابه من الاتحاد المصري، لانه الطلب اعتقد طلب مشروع جدا ومنطقي جدا وفي النهايه بيصب في مصلحه الكره المصريه. لكن هو السؤال هنا الاتحاد الافريقي، يعني وارد جدا اتحاد الكره المصري يستجيب. ما انت طبيعي انك انت وصلت يعني طيب انت وصلت، لكن وارد جدا تونس ولا جنوب افريقيا ولا مالي ولا ترفض، يقول لك لا انا عندي مباراه مصريه انا محتاجه، مباراه مهمه، او حتى ما عنديش مباراه مصريه بس انا محتاج اللاعب بتاعي. فبالتالي هو القصه هنا عن الاتحاد الافريقي، انت اللي مسؤول عن البطولات الافريقيه او التصفيات المؤهله لامم افريقيا الخاصه بالمنتخبات، وعارف ان في اجنده دوليه وعارف ان في ماتشات للمنتخبات، ودي مباراه او بطوله من مباراه واحده بتقام في افتتاحيه الموسم. ليه بتضغط على دي يعني اهم من ان هي افتتاحيه، دي بدايه فتره الاعداد. طيب يعني اللعيبه فتره الراحه، بعدين حصل تليفونات من الكابتن خالد بيبو جمع اللعيبه، الراجل موجود بقاله يومين بيتمرن اليوم الطويل في النادي، هيتمرن بكره وهيسافر يوم الاثنين، انت راجع يوم 6 9 وعندك بطوله يوم 15، يعني هتقعد لك في مصر حوالي 4 ايام او 5 ايام وبعدين تسافر تاني. كل دي ضغوط على اللعيبه، ضغوط من شكلين، لعيبه عايزه تقول للمدير الفني انا موجود، ومدير فني عايز يحقق البطوله رقم 6 ان هي من مشهد واحد، ومباراه بتتلعب في احد الدول العربيه مع فرقه عربيه، اتحاد العاصمه الجزائري والنادي الاهلي المصري. الراجل قالها وبيكررها، انا جعان بطولات، الراجل عايز يحصد كله بس في نفس الوقت يطمن على لعيبته. يعني هو بيقول لك انتوا ضاغطين عليا، هو مش بيتكلم، مجلس اداره النادي الاهلي اول لما عرف ان المباراه يوم 15 طلع بيان راسل فيه اتحاد الكوره بيقول المباراه اثيوبيا ايا كان حجمها احنا خلاص وصلنا، الموضوع مش صعب. ايوه بس انا معلش كابتن عمرو، انا كمان كاهلي يعني وارد جدا اتحاد الكوره يوافق، يعني انا متوقع بنسبه 90% ان مفيش ما يمنع منتخب مصر مباراه اثيوبيا كانها مباراه وديه، مباراه تحصيل حاصل، منتخب مصر ونفس الكلام في مباراه تونس، ماتش تونس ماتش يعني مباراه انت قلقان من الفرقه الثانيه. لكن الفكره انه انا كاهلي، انا ك يعني ك كنادي اهلي عايز العب المباراه بتاعه اتحاد العاصمه في وجود ديانج، في وجود معلول، في وجود كريستو رضا سليم وبيرسي تاو، انا مش عايزه ليه افقد. وخد بالك ان اتحاد العاصمه هنا برضو نتكلم على فكره تكافؤ الفرص اللي مفترض الاتحاد الافريقي يكون حريص عليها. انا ما اعتقدش ان في لعيبه دوليه في اتحاد العاصمه، ولو كان ما اعتقدش هيكون بنفس العدد ولا بنفس التاثير بتاع لعيبه النادي الاهلي. ففكره برضو ان اكون انا كاتحاد قاري
حريص الاتحاد القاري يعني من اهم مسؤولياته انه يحقق مبدا تكافؤ الفرص. والقصه مع الاهلي اتكررت كتير، شفنا مواقف سلبيه في كاس العالم للاهلي اتكلم عليها في بيان طبعا، وشفنا دور سلبي، شفنا موقف سلبي في نهائي دوري الابطال اللي حصلت مشكله المباراه الواحده والمغرب وما شفناش مواقف يعني تقول ايجابيه. الاتحاد حريص على انه بطولاته تبقى بطولات ناجحه فيها مبدا التكافؤ. انت احمد في الاول فاكر تقول ايه ضريبه البطل كده، يعني هو دي المشكله. النادي الاهلي شوف انت لسه حضرتك بتقول ايه، لعيبه النادي الاهلي لو جيت فصلتها بالراحه هتلاقي اكتر من 15 لاعب في المنتخبات، اذا كان المحليه بالنسبه لمنتخب مصر او البلاد الاخرى الدوليه. انت دلوقتي بتتكلم في 15 لاعب، اتحاد العاصمه ممكن هيبقى لاعب واحد. انت بتتكلم في قوام شناوي وعبد المنعم وعلي معلول وهاني وياسر، انت بتتكلم في خط ظهر النادي الاهلي كله متوزع على منتخبين مصر والجزائر. نص ملعب مروان ما هو موجود وامام هيبقى موجود وديانج في مالي وحسين وقفشه وتاو جنوب افريقيا ومصر وكهربا. بص هتلاقي نفسك نفس الموضوع، العدد كتير جدا. لعيبه النادي الاهلي اعتقد فتره الراحه البسيطه اللي هو خدها دي الراجل هيعرف يفوقهم كويس قوي. الراجل بيشتغل بملف ان هو مش شايف غير نظارته هو بس، النظارات اللي بتجيله الخارجيه دي والنظارات البعيده قوي دي هو مش حاطها في حساباته. النادي الاهلي اللي بياخد القرار في او بيبعت البيان اللي هو قال عليه من شويه اللي حضرتك قريته، استجابة اتحاد الكرة إن شاء الله، استجابة المنتخبات الأخرى أو البلاد الأخرى. يعني إيه اللي يمنع إن المباراة تتلعب يوم 18؟ نراحل ثلاث أيام؟ 17 يعني. لا هو أنت من 12 يعني ل 18 ست أيام معقول. يعني أنا لو قلت مثلا إنه الاتحادات الأهلية رفضت بما فيهم الاتحاد المصري رفض طلب النادي الأهلي. رحل الماتش ثلاث أيام أو أربع أيام. الأهلي لعب يوم 12 ماتش تونس، فاللعيبة رجعت يوم 13. فاللعيبه تتمرن يوم 14 عشان تلعب سوبر افريقيا يوم 15؟ لا مستحيل مستحيل، المكنه كده مش هتطلع قماش خالص. يعني فين ده بيحصل في العالم كله؟ ما هو بص احنا مشكلتنا ان احنا يعني الجداول او الاتفاقات او معلش ما بتفهمش كلامي، بس انا بهاجم الاتحاد المصري. انا لا احنا بنتكلم عام يعني على يقين، انا طبعا مش ما بنجمش، بس انا على يقين ان الاتحاد المصري اكيد هيرفع على طلب النادي الاهلي. بص عشان انت يعني مش مثلا نسبه صعودك 90% فلازم اللعيبه كلها تبقى متواجده. لا انت صعدت خلاص المباراه، يعني الهيكل او اللعيبه الموجوده ال 40 اسم اللي انت بتضم في المعسكر او بتخدهم في معسكر المنتخب تقدر تعمل توليفه، يبقى عندك بلان اي وبلان بي، عندك ملف اول وملف ثاني تقدر تشتغل بيه. مباراه تونس انت بقى هو هنا الرك، يعني انت ما لقيتش اي حلول، ما لقيتش اي استجابات، هنعتبر الرفض من الاتحاد المصري والبلاد الاخرى والمنتخبات الاخرى. 15 تترحل ل 18 يبقى في 3 ايام، يبقى انت اما لعبت يوم 12 في 6 ايام، اليوم الراحه لتاني يوم واليوم اللي قبله المباراه، يبقى عندك 4 ايام تقدر تعمل فيهم حاجه. مش تبقى اليوم اللي انت مسافر فيه بعد المباراه تاني يوم هتتجمع، تالت يوم هتجهز نفسك للسفر. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا نبدا بسم الله الرحمن فنبدا السيزون يعني بالضبط. امال لما يبقى في سوبر ليج ولما يبقى في تشامبيونز ليج ولما يبقى في كاس عالم ولما يبقى في دوري يعني مش انا اقول لك يا استاذ احمد في اول كلامي، يمكن حضرتك وانت بتتكلم عشان نجيب كريم في استاد التتش بنقول حاجه مهمه جدا. كولر عمل خطته طويله المدى خلاص، اجازته البسيطه اللي خدها دي عرف يشتغل بيها ازاي. اول حاجه الراجل قسم فقرات امكانياته لوجوده في النادي الاهلي، كان فاضل موسم، حسم المجلس اداره النادي الاهلي بكابتن محمود الخطيب ان الراجل يجدد. خلاص انت كده قفلت ملف ما فيهوش كلام كتير رغم العروض اللي اتعرض عليه، وقفل الكلام ولغى اي تعاملات هو فكر في النادي الاهلي نادي البطولات واللي هو حقق اللي هو عايزه مع النادي الاهلي وقدم اوراق اعتماده من اوسع الابواب. ادي الاولى. اتنين، الراجل لما دور على الصفقه الناجحه في موسم 23 22 23 هو الناس اللي لقبته، انا قلت الثعلب المكار كولر، مارسيل كولر هو صفقه النادي الاهلي الناجحه بكل المقاييس. اتنين او ثلاثه، الراجل نقى ايه اللي ناقصني عشان يكتمل كيان النادي الاهلي الحصد كل البطولات. هو ميشيل يانكم في الجزء حراس المرمى، جامبريلي للحته التطوير، اداء لعيبه النادي الاهلي في الحته الدفاعيه، كولر لاعب نص الملعب اللي طور اداء لعيبه نص الملعب من مروان لديانج للمحترف حمدي فتحي لحسين الشحات الاطراف لعبد القادر لطاهر لتاو، فكر في الحته بقى اللي هي صداع في دماغ المصريين خط الهجوم الفيرويد. جاب لهم بقى كارلوس برينجير، الراجل ده شغله كله في الحته دي، الشغل الهجومي
ازاي انقي نقاط القوه في التحضير في خط الظهر واحولها لنقاط ضعف عشان تبقى بالنسبه لي اهداف. لو رجعنا بالزمن سنتين، ليفربول جاب مدرب لرميه التماس، ازاي اكسب بيها واشتغل عليها. انشيلوتي قال لك انا بفكر ازاي الراجل ده بيشتغل كلوب بالاسلوب ده، فاللي كان بيحلل الاداء ديفايد انشيلوتي ابن انشيلوتي، وطلع السبب او نقطه القوه اللي موجوده في ليفربول وحولها لنقطه ضعف، وريال مدريد كسبت ليفربول 2-0 بدي، ما يعني افسد محاولات رميه التماس يبقى فيها. يعني بص الراجل شغال معانا الراجل ده هنا في السادسه برضه؟ يعني استضافناه قبل كده فيديو كونفرنس هنا قبل كده ودخل معانا في انترفيو. بس انا يعني عايز اقول لك حاجه، احنا السادسه بتختار مدربين زي فاند بروك بتاع الوداد، بنختار المدربين اللي لهم اسم فجاه بيمسكوا بيقابلوا النادي الاهلي. خليني بس اخدك لجزئيه السيزون الجديد، هبعد شويه عن ماتش السوبر ده، واتمنى ان شاء الله باذن الله ما يكونش معضله، لانه ده ابسط شيء. يعني دي بطوله من مباراه واحده، ابسط حقوق النادي الاهلي. دي مباراه او بطوله من مباراه واحده، في بعد كده الاهلي عنده ارتباطات طويله المدى صعبه على مستوى المنافسه. هتتكلم بقى في جداول، وهتتكلم في تضارب ما بين بطوله امم افريقيا، ما بين كاس عالم انديه، ما بين اولمبياد باريس، ما بين سوبر ليج. يعني الاجنده السنه دي اعتقد انها مش هتتكرر تاني، مش هتتكرر، هتزيد اكتر السنه دي كمان. السنه دي ما انا بتكلم على اللي جايه، اللي جايه 23 24. انت دي فكرت السنه اللي فاتت 67 مباراه، انت داخل السنه دي في 85. صحيح صحيح. طيب خليني اخدك بس، ويمكن قبل ما ندخل مع كريم ونشوف التمرين، هرجع للكوره تاني. عندي كذا او عن الناس عندها بتسال على حاجات كتير جدا يهمني اسمع رايك فيها، بس انا هقف عند النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها قبل ما كريم يدخل معانا على الهواء، قصه انه اللي جاي اصعب بكتير من اللي فات. وانت كنت بتتكلم على انه رساله كابتن خطيب لمستر كولر ولاعيبه النادي الاهلي انه الموسم اللي قدامكم فيه تحديات اصعب بكتير جدا من الانجازات اللي انتم حققتوها، وده طبعا جزء اساسي من الرساله. لكن قالتها لي كمان انه الرساله دي كانت اشمل واعم، فكره انه المطبات الصعبه اللي مرت بيها الكره المصريه في السنين الاخيره ما يجبش باي شكل من الاشكال انها تستمر في الموسم اللي جاي، خصوصا انه الاحوال والخطوات اللي بتتغير من حوالينا. شفنا الحقيقه طفرات على مستوى دوله زي المغرب، شفنا طفرات على مستوى دوله زي السعوديه، فادعى ان احنا نبص لانه الاصعب كمان بالنسبه للي بتمر بيه الكره المصريه ككل. رايك ايه في ده؟ وهل شايف انه في حاجات ممكن خطوات تاخدنا لقدام في الموسم؟ بص صح، يمكن الكابتن محمود لما قال الكلمه دي الناس فكرت ان الموضوع صعب على النادي الاهلي. أيه. لا، هو صعب على النادي الاهلي ان انا عايز احقق كل البطولات اللي جايه. تمام، ده الجزء اللي يخص النادي الاهلي. الجزء اللي يخص بقى هو الضغط اللي ظهر عليه الكره المصريه، ولسه محلنا سر، لسه ما طورناش. بنعمل بنيه تحتيه خاصه برئيس الجمهوريه واللي احنا شايفينه في الشوارع وكل حاجه، ولسه ما طورناش الكره المصريه عشان نوصل زي الناس ونبقى لينا شكل. دلوقتي بقت السعوديه بتختار لك الثمان والتسع لعيبه يبقوا محترفين. يعني بقى عدد اللعيبه اللي هم من البلد او اللعيبه المواطن 3 أو 4 لعيبه. انت دلوقتي كل اسبوع بتشوف، يعني احنا لسه السوشيال ميديا كانت بتتكلم من 4 5 أيام صلاح 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 رايح اتحاد جده. انت دلوقتي انت مش عارف الدوري السعودي بقى هينقله كام قناه على مستوى بس العالم. بس هي مش دي القصه بس يا كابتن عمرو، ما احنا عايزين نطور الدوري الامريكي. يعني بص خلينا نتكلم بشكل منطقي، انت ما تقدرش تعمل اللي بتعمله السعوديه ولا حتى دول الخليج، لكن انت عندك مقاومات نجاح تانية تقدر تبني عليها وفي حدود امكانياتك وفي حدود تاريخك وخبراتك. يبقى حضرتك بتتكلمني ان الملف بتاع على قد امكانياتي اشتغل عليه. حد يقدر ينكر انه الانديه الامريكيه عندها قوه اقتصاديه جباره جدا؟ انه عندهم نسبه مشاهده داخل امريكا بس كبيره جدا، ورغم كده مين بيتفرج على حضرتك بتتفرج على الدوري الامريكي؟ لا. تعرف تقول لي اسماء اربع انديه بيلعبوا في امريكا في اللي بيلعبوا النادي الاهلي؟ يعني ما انا بقول لك، يعني ما اقصد اقول انه النجوم مش ضمان لنجاح البطوله، لكن البطولة ليها مقاومات نجاح تانية موجودة عندنا وكانت طول عمرنا. احنا اساسها عندنا. وده اللي انا بقوله. اساسها موجود في مصر. محدش بيتحرك يا كابتن عمرو. ما هو لسه بقول لحضرتك الخطوات انك تخلي دايرة النجاح مكتملة الاركان ناقصة جزء كبير عندك، مع انك عندك الاصل، عندك الاساس، اساس الفكرة نفسها او اساس التطوير نفسه بادئ من هنا.
في اجزاء بقى من اطراف الموضوع عشان الدايره تكتمل ناقصه وانت شايفها وتقدر تعدلها وتقدر تصلحها بس مش قادر على قد امكانياتك. يمكن انا قلت لحضرتك معاك كولر، كولر انا بمثل كولر ده بالموقف اللي انا بقوله، كولر هو المقص دار اللي فصل البدله اللي تليق على اسم النادي الاهلي اللي هي ايه؟ حظ البطولات، اي بطوله مقابلنا ناخدها. هو الراجل اشتغل كده، ما قالش مثلا من الخمسه انا بفكر في ثلاثه. قليل الكلام بصراحه كابتن عمرو، اتفضل. يحسب لكولر الاداء والمستوى اللي ظهر بيه الاهلي في كاس العالم، يحسب لكولر مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا ونجاحه في الفوز ده اصعب واحد فيهم. لكن معلش ما تيجي تكلمني على المستوى المحلي، البطوله المصريه بطوله الدوري المصري محتاجه شغل كتير. انت عندك واحد انديه شعبيه وجماهيريه، انت عندك شعب بيعشق كره القدم. يعني تخيل كده معايا، رغم انه تراجعت الانديه الشعبيه في السنوات الاخيره، لكن تخيل معايا كده لو جمهور الاهلي على جمهور الزمالك على جمهور المصري على جمهور الاسماعيلي على جمهور الاسكندريه على جمهور المحله حله على جمهور اسوان للاسف نزل يعني، بس اقصد لو الجماهير دي موجوده في الملعب ماليه المدرجات، شكل الاستفاده الفنيه للعيبه نفسها، قوه المنافسه اللي هتبقى في الماتشات عامله ازاي؟ مش وانا مع حضرتك في مباراه بنقول على المباراه اللي من غير جمهور كانها تدريبه مش يعني بالظبط يعني عينيها مركزه من غير اكسجين. مباراه مالهاش ملامح. انت حضرتك يوم ما كنا موجودين مع بعض في مباراه الهلال السوداني وفي مباراه الرجاء، اما قلنا ال 55 وال 60,000 وال 70,000 حسينا الجزء الدموي اللي دخل جوه عروق اللعيبه، اكسير الحياه اللي اللعيبه محتاجاه. انا هبقى في الملعب بالظبط زي ما اكون في التتش، انا بلعب في الملعب ومفيش جماهير غير صحفيين بيصوروني. يعني انا في تمرينه مع اختلاف الزي بتسمع صوت اللعيبه وبتكلم بعض بالظبط كده. اما انت بقى اما شفت الكم واللعيبه وهي بتسخن والروح اللي هتبقى واصله من الجماهير للعيبه. اللبس يا كابتن عمرو بتبقوا سامعين صوت الجمهور. سامعين ايه؟ احنا قبل ما بنطلع الثلاث اربع سلالم اللي يدخلونا على الملعب انت سامع حاجه معينه كده، هزه المدرجات دي لوحدها باور. انت بتتحمل ثلاث حاجات، بتتحمل اسعادهم، بتتحمل انك تبقى ملتزم جدا، وبتتحمل انك انت لو جرى لك ايه ما تخرجش بره المكان ده الا لما تمشي الناس دي كلها فرحانه. مجموعه حاجات اتربينا عليها في النادي الاهلي او النادي الاهلي او انا عن نفسي يمكن حضرتها في المحله وحضرتها في النادي الاهلي وحضرتها في الشرقيه وحضرتها في الاتحاد. حاجات معينه كده بتطلب منك انك لو انت عندك قوه بدنيه 100% توصلها ل 1000% عشان تسعد الناس دي. الناس دي زي ما بتديك اكسير حياه وبتديك روح انت بتديها فرحه، هو عايز يبقى مبسوط وماشي بالمكسب. حتى في الاحتفاليه انت لو شفت انت 90% كنت موجود، يعني الشكل في الاحتفال الجماهير والالتفاء حوالين اللعيبه في روح وقبليها ساعه الافتتاح وقبليها. طب ما خليني اقول لك السؤال، يعني يعني اذا كانت كل الاطراف مجتمعه متفقه على فكره انه الدوري بتاعنا لازم ينجح لازم يتطور، عندنا فرق قويه عندنا فرق عندها تاريخ عندنا جماهير عندنا بنيه تحتيه اتطورت. انت لما كنت بتلعب يا كابتن عمرو ايام في التسعينات ما كانش فيه الملاعب صح خالص، في الارض دي ما كانش فيه النجيله دي خالص، ما كانش فيه ده، فعندنا بنيه تحتيه تسمح بده، عندنا قاعده جماهيريه، عندنا يعني يعني عندنا شعب كره القدم. شوف استاذ احمد بيقول ايه، بنيه تحتيه تسمح، لا سمحت هي موجوده في فعلا تطوير الاستاد انا بس شايفينه. انت عارف انا يعني بقول لو الجمهور رجع مدرجات، لو المدرجات فتحت مره ثانيه والتحكيم اتطور بنسبه 50 60% عن اللي كان بيقدمه، تبقى احسن من احسن من الدوري السعودي واحسن من الدوري واحسن من الطفره اللي عاملاها منتخب المغرب. طفره منتخب المغرب هو وصول رابع كاس عالم بس هي بس دي الحته. عندهم نقله برضه في عندهم نقله. خد بالك انه يعني الشريك الرئيسي للاهلي في السنوات الاخيره الوداد. في المنافسه على البطولات المغرب، ومش بس حتى البطولات اللي بيلعب فيها الاهلي، حتى الكونفدراليه هتلاقي المغرب، هتلاقي نهضه بركان، هتلاقي الرجاء، هتلاقي وداد، وداد مغربي. فالانديه بتاعتهم لا موجوده وبقوه. وبعد بعد شركات النفط الخاصه بالبترول دخلت ودخل الجزائر هتلاقي الصوره الجزائر. قادمه هتلاقي تونس والجزائر والمغرب هم فرق شمال افريقيا، هتلاقي هي اللي معاك وهتلاقي هي المشهد الاصل والصوره من الفتره اللي جايه في الفرق وفي المنتخبات هتلاقي طب الفتره كده. احنا شفنا التجربه مع الاهلي في افريقيا يعني، وبنشوف ده مع منتخب مصر. تفتكر ايه اللي ممكن يكون بين قوسين كده مأجل بشكل التخوف؟ يعني فكره انه مش عايز اقول تخوف لان اعتقد النهارده مفيش يعني اذا قدرت انك انت تحط القواعد
اللي اتحقق الردع بجد. يعني انجلترا كان بتحصل مجازر في المدرجات عندهم، النهارده الملعب مفتوح مفيش سور حديد، مدرج المدرجات على خط التماس، حد يقدر يخالف القانون او يخرج عن النص. فهي كلها في ايديك، الادوات في ايديك، وزاره الشباب والرياضه، اتحاد كوره، رابطه انديه، الامن، الانديه المصريه، قادرين نعمل ده، مفيش حاجه تبنى. مفيش صعوبه ده في ماتشات الاهلي. تمام، لما بيبقى في مفاوضات الترابيزه الكبيره اللي بتلتف حواليها كل النجاحات دي، لازم تبقى كلها ايد واحده، ما يبقاش في اعتراض من جزء وجزء، لا. الانديه زي ما حضرتك قلت، والرابطه، والاتحاد، والامن. انت يا استاذ احمد سمير، ايه الطمانينه اللي وصلت لك اما شفت مباراه الهلال او مباراه الوداد؟ جماهير النادي الاهلي كله ملتزم، كله جاي يشجع، كله جاي واثق في النتيجه. اللي يخش بقى، انت ما بتبقاش مبسوط، فرقتك ما حققتش، ليه ابوظ؟ لو في قرار رادع لاي حد بيتجاوز بدون المجاملات، الموضوع منتهي. صحيح، الدنيا سهله سهله، بس ايه، انت مجرد ان انت اللي بتفسد وانت اللي بتشجع في نفس الوقت، يبقى انت يمكن تكون انت اللي بتشجع. صح. مش انت اللي عايز تنجح. اتمنى انه يعني انه القرار ده، الحقيقه هو قرار بيصب في مصلحه الجميع. وقبل اي شيء اكيد رجوع الجماهير لمدرجات اضافه للكره المصريه لبطوله الدوري، نجاحها المستوى الفني بالتاكيد هيكون اضافه، لعيبه تلعب في مدرجات استثمار طبعا، ما فيهاش كلام طبعا. ومن الناحيه الاقتصاديه طبعا احنا بنتكلم على دعم الانديه الشعبيه. طب الانديه الشعبيه واحد من اهم مصادرها هي تذاكر المباريات، حضور المباريات، ده واحد من اهم مصادر الدخل للانديه الشعبيه. النهارده اقل تذكره مباراه بكام؟ 50 100 صح، اضرب يعني درجات كامل العدد. انت دلوقتي عندك 18 فرقه في الدوري العام، 11 في القاهره، ايوه، 3 في اسكندريه، اسماعيليه، بس ما فهمش غير 7 بس انديه جماهيريه. بالظبط، بقى عندك البحر الاحمر، وبقى عندك الغربيه، ايوه، بلديه المحله، الجونه، بداية محلة طلعت مكان هو غاز محلة من الغربية، وثلاثة اسكندرية فرق والاتحاد وسموحة، مظبوط، وال11 بتوع الدوري العام. يعني انت ملم بكل حاجة. ما كانش فيه نصيب للصعيد يبقى اسوان تبقى موجودة. نجاحاتك بقت على حوالين 28 محافظة. النجاحات بتوصل للناس، احنا الاصل، اللي هو ده اللي نفسي اللي يبقى موجود مسؤول يعرف احنا اصل اللعبة، احنا اصل التخطيط، وبعدين تراجعنا وهم تقدموا، هي دي الفكره، احنا بنتراجع. طيب ده جزء. الجزء الثاني التحكيم. النهارده فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام اعلن طبعا انه هيتم زياده بدلات الحكام في الموسم الجديد، يعني كنوع من انواع دعم التحفيز. يعني الحكم في المباراه الواحده هيبقى 10,000، المساعد هيبقى 7,500، وهيكون ليه مطلق الحريه في تشكيل جهازه المعاون معاه، اعضاء لجنه الحكام معاه. وبالتالي طبعا كابتن توفيق السيد يمكن قدم استقالته وخرج من اللجنه، فالراجل يعني شكله لاول مره هياخد يعني كل الصلاحيات المتعلقه بممارسه مهام عمله. وبالتالي توقعاتك للموسم ده، وايه اللي ممكن يحصل او يفرق في مستوى التحكيم في مصر؟ بص، اول حاجه بريرا اول خطوه خدها هي العامل المادي، الاطمئنان النفسي بالعمل. هي كان ناقصه العمل، هو على فكره كان في معاناه في صرف مستحقاتهم. لسه بقول لك اهو، هو بص على اهم حل، الحل المادي اللي هو كان متعطل. هو ده، هي دي كانت المشكله. طبعا، بجد والله. طبعا، واختلاف وجهات النظر اللي هتلاقيها. ما هو مارك كلاتنبرج لما مشي احنا ما شفناش حد اتكلم على الحته الماديه. هو الراجل حل المشكله اللي كانت مسبقه، الحاجه اللي كان فيها مشكله هو حلها، وعمل اختيار للجهاز المعاون بقيادة الحكم والمساعدين بتوعه والفار والمجموعة بالكامل. خلى المسافة مش كبيرة، يعني حضرتك لسه بتقول المبلغ 10 و7.5، يعني خلى في قلب بقى لان انا احكم ماتش واثنين وثلاثة واجيد واقلل من اخطائي. اهم حاجة بقى الامور الفنية، انت اتكلمت في الحتة المادية اللي هتريح قلب الحكم. الامور الفنية بقى، معسكرتك اللي هتعملها بقى عشان تاخد انت كل الصلاحيات لتطوير اللعبة، يا إما تكون صاحب مشروع وصاحب هدف وتكمل، يا إما هتتراجع زي غيرك ومش هتحقق حاجة، وهنرجع للموقف من أول وجديد تاني. القرار بقى، طور حكامك. يعني اللي بيحضر محاضرات وبيشوف نظري وعملي،
غصب عنه بيجي تعمل له امتحان بيكون ملم بالنظري وبالعملي. الفار نجح من وجهة نظرك كم في المية؟ كم على 10؟ يعني تجربة الفار في مصر اللي احنا قلنا ايه؟ الله ده احنا هنطبق الفار، الحمد لله الحمد لله، مشكلة التحكيم اتحلت. 6. 6 من 10. مع ان المفروض دي احد العوامل اللي تنجحك توصل انت لـ9 وتسيب الاخطاء البسيطة الغير مرئية. احنا بناخد وقت لسه كتير قوي عشان ناخد قرار القرار ده سليم ولا لا. الفار بيخرج من الموقف ويطلب الحكم يرجي. الفار سنه بعد سنه، يعني بتفرج مثلا على الدوريات بره، سنه بعد سنه بحس في فرق كبير في تطور التقنيه نفسها. يعني الفار اللي احنا بنتفرج عليه النهارده في الدوري الانجليزي مش هو الفار اللي ابتدى من اول تطبيق التقنيه دي لما قلنا هندخلها كوره. حضرتك بتشوف المباراه الحكم ما بياخدش ثواني وبياخد القرار. بيظهر لك الفار، بيظهر لك الحكام بيكلموا الحكم، لو قلقان من حاجه بيبعت يجي يشوف. او بيرسم لك الخط في وقتها. احنا بنكون ممكن نخش في 3 و4 و5 و7 دقائق ان احنا واقفين، هل القرار، الجدال ما بين الحكم اللي على الساحه والثلاثه اللي على الشاشه والحكم الرابع، كلام كتير. دي اما هتقل هتقلل حاجات كتير قوي. انت دلوقتي اقل كلمه بتمسك عليها بتقوم معلق ايدك على شماعه الوقت، وبياخد وقت كتير عشان ياخد القرار. الحكم متردد، هو الحكم مايل للاهلي ولا الزمالك، هو ليه اختلاف في وجهات النظر ما بين حكم الساحه والفار، اما بيكلمه في السماعه بيقول له صح ولا غلط، طب هو بيدبسه ليه؟ خد قرار انه يذيع المحادثات اللي بتتم بين حكم الفار وحكم الساحه قبل ما يمشي بس خلاص. كان كده بتاخد قرار لايه؟ نزاهه وشفافيه الموقف بالزبط. نفسه بالزبط. ما تستنتجش موقف وتتخيل وتتكهن وتتوقع كلام بيتقال، تمنتجه انت لحسابك عشان تطلع الادانه للموقف اللي حصل للحكم. صحيح. طيب ادخل معاك كوره شويه. انا هو جاهز اهو، انا خسيت وجاهز العب. ما عنديش مشكله. لا ما انت ما شاء الله فورم ومحافظ على نفسك حبيبي. معسكر النمسا عوده مره تانية. انا مش فاكر بصراحه، لو انت تفتكر قول لي. مش فاكر اخر مره الاهلي عمل معسكر خارجي قبل بدايه موسم امتى؟ لا هو كان حاجه يوم موسيماني بس. انت يعني سواريش ما كانش فيه ما عمل مع، لا موسيماني عمل معسكر خارجي، ما عملش معسكر خارجي. هو جه على هنا على طول. هو انا بقول لك على قبل النهائي فايلر. قبل النهائي ولا فايلر كمان. انت هتقول ان الراجل ده ما جه، يعني يمكن الناس استغربت هو ليه كولر ما عملش معسكر. عمل معسكر في مصر اللي هو اليوم الطويل بس. أيوة. ولمده 3 ايام وبعدين دخل في مباراه السوبر. هنا هو انا هو خد لعيبته بقى بعدها عن كل الاجواء اللي بتدور. يعني الراجل ده ذكي قوي، بيتعامل نفسي وفني وابتسامه وضحك، ويعني كل حاجه فيه حلوه لايقه على النادي الاهلي. يعني اللي فكر في ملف مارسيل كولر ذكي بكل المقاييس. هو راجل طبع خلاص. بص ما هي دي يعني يعني بيبتدي الموسم ده وهو الموسم اللي فات ما كانش كان شايف. مضغوط. ما كانش شايف. مضغوط. انت شايف. طالب مني اول لما جيت قالوا ان انا مصاب وبقالي سنتين بعيد عن الساحه وما بمرنش ليه، والراجل كان عامل عمليه. حتى في رياكشناته وانترفيوهاته ثبات انفعالي عالمي. وشغله مع الكاميرا النهارده تحس انه لا بقى ده في يعني لقطه واقف على الارض. في لقطه واقف مع مدرب الباسكت وكابتن محمود فحب يشب وهو في الحفله، قال لك ما انا برضه طويل اهو. يعني راجل بيدور على كل نجاحات النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي ضاف له كل النجاحات. اسم النادي الاهلي وكيانه. الراجل تخيل ان واحد بيفكر في الـ4 ملفات، ملف تطوير حراس المرمى وملف تطوير لخط الظهر وهو كولر تطوير نص الملعب، وجاب ملف جديد للنادي الاهلي كارلوس عشان يطور هجوم النادي الاهلي. بص 4 ملفات لو جمعتهم مع بعض يدوك سيناريو واحد، سيناريو هو النجاح. النجاح اللي هو ايه؟ هو الراجل اشتغل في مصر بخطه قصيره المدى، التعارف ما بينه وما بين النادي الاهلي اشتغل عليها، واول لما حقق بقت خطه طويله المدى. جدد بسنتين تانيين بقى الاجمالي بالنسبه لك 3 سنين. هو الراجل هادي بيفكر. حضرتك قلت احلى جمله، طبع على لعيبه النادي الاهلي، طبع على جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي مش شايف غير كولر. مجلس اداره النادي الاهلي بيحقق لكولر كل احلامه، حتى ما لو ما حلمش حلم جزء منها الجزء الثاني بيحققه له. اللعيبه كل واحد فيهم بيقدم اوراق اعتماده بصفه جديده، باسلوب جديد، بوصف جديد للعيبه الكوره. انا واحد من الناس اتخيل كل شيء، بس نتخيل مجدي قفشه راجل لعيب صانع العاب بيمسك كوره عنده من الرؤيه اكتر من اي لعيب في الملعب، انه الحته الدفاعيه تبقى رقم واحد عنده 90% وانت معاك الكوره راجل مهاري و90% انت راجل دفاعي. ده
كان مش موجود، ما شفناهوش مع فايلر، ما شفناهوش مع موسيماني، مش بس قفشه، شفناه مع عبد القادر ومع بس قفشه ان انا اعمل تاكلينج وارجع واغطي ورا محمد هاني يعني عبد القادر اللي كان وعبد القادر بص وكهربا وازاي ابقى تحت الكوره وطاهر ان انا اجيد باك رايت والشوط الثاني ابقى وينج رايت وديفندر محمد فخري واغير محمد فخري من ديفندر لباك رايت، يبقى عندي المرونه في كم من اللعيبه اقدر اشكل الشكل العام وطريقه اللعب اللي انا عايزها. كولر جميع طرق مدربين العالميين كولر وظفها في النادي الاهلي ووصفها للنادي الاهلي في حاجه بسيطه قوي، امكانيات اللعيبه هي اللي تقدر تغير شكل طريقه اللعب. امكانيات اللعيبه، هو عنده لعيبه وعنده فكر، وفر فكره وطبع اللعيبه اي طريقه لعب 4-2-3-1 4-3-3 4-4-2 يقدر الاهلي يلعب فيها. وبقت اصعب حاجه انك تلعب موسم كامل بشادو سترايكر زي كان شادي وما كانش موجود وربنا يوفقه في زد ولا محمد شريف ولا كهربا، والراجل يستعمل لا مركزيه من جناحاته ولاعيبه نص ملعبه ويحقق المطلوب، احسن خط فراوده واقوى خط ظهر واعلى نسبه تهديف لكهربا اللي بقى له 457 يوم مش موجود، واؤمن بفكره الراجل والراجل كافئ وهو كافئ الراجل، مجموعة حاجات تقول الراجل مايسترو، معلم، جامعة كاملة متوفرة فيها كل الأركان، فكر، أسلوب، طبيعة، سلوك، نفسية، اتعامل فيها مع النادي الأهلي بكل الملفات. فاللي جاي احنا مش هنسمح في اقل من اللي احنا شفناه ان شاء الله، بل عايزين طبعًا اكتر من اللي احنا شفناه طبعًا مع الراجل ده طبعًا، وربنا يوفقهم في اللي جاي ويبعد عنهم اهم حاجه الاصابات الكتير اللي لحقت النادي الاهلي اخر سنتين ان شاء الله تكون مش موجوده في الفتره اللي جايه. اعتقد انه الراحه السنه اللي فاتت مع فكره القياسات الطبيه والبدنيه في اول الموسم فرقت كتير قوي طبعا. الموسم اللي فات خدت قرار في الوقت انك انت تأدي لعيب كابتن محمود ياخد قرار ان اللعيبه تاخد اجازه وتلعب بالبدله، انت طول عمرك بتقول دلوقتي لعيبه النادي الاهلي وفره نجوم النادي الاهلي وارتفاع معدل البدني في الاداء الفردي والجماعي خلاك بتتكلم بقلب جامد، حتى كل نجوم التحليل هما بيحللوا بيتكلموا عن مكسب كبير بكل المقاييس اذا كان بدني ولا فني ولا اداء ولا حظ بطولات. طيب المهاجم واحد من الحاجات اللي بتمثل صداع في يعني في راس الاهلاويه مش من الميركاتو ده، من الميركاتو يمكن اللي قبل اللي فات، ويمكن زاد من قلقك شويه، مش بس فكره ان اللي جاي صعب زي ما قال كابتن خطيب وانك انت رايح لبطولتين بتهيألي ممكن يعني لو ليا ان انا اقدر يعني بتهيألي انه السوبر ليج والكاس العالم هم اهم بطولتين حتى اهم من تشامبيونز ليج عند الجمهور السنه دي. فكرة انك انت تاخد سوبر ليج وانك انت تاخد يعني كاس عالم، توصل نهائي كاس عالم، مش هقول تاخد كاس عالم، هقول توصل نهائي كاس عالم، هو الطموح مشروع ليه؟ لا يعني طبعا يعني بتمنى التمني التمني واجب انه يحقق. اللي انا شايفه ممكن يبقى منطقي وقابل للتحقيق ان انا اوصل، لا اوصل مباراه نهائي في كاس العالم، يعني بدل ما انا فكرت في رابع او ثالث او بالظبط كده يعني اوصل البرونزيه بفكر نهائي، اوصل نهائي، لما بوصل نهائي نبقى يحلها حلال. ساعتها خلاص انت بص تملي يمكن كنا بنتكلم عن بطوله الامم وكنا بنقول على المنتخب الاولمبي بنقول انا مجرد انك كسبت انا وصلت، هلعب بقى مع مين انا وصلت يا اول يا تاني. أيوه. الجيم وال90 دقيقه او ال120 دقيقه ليهم ظروفهم، انت وتحقيقك وليهم تكتيكهم وليهم لو احنا هنقول اللي احنا شفناه من يعني فرقه النادي الاهلي مثلا يعني لو قدر لينا يعني ان احنا نوصل نلعب السيتي فهتلاقي مثلا دي بروين اصابه بشد قبل وهو بيسخن، ادرسون مش عارف خد طرد، فلا ما تعرفش الدنيا هتمشي ازاي، لكن في النهايه انا بحلم ان انا اوصل بس نهائي يعني أوصل حضرتك نهاية. واحنا بنحلم في كاس العالم مع ريال مدريد ولو قلنا لو أيوة. قلنا والله كنا هنكسب عدد الاهداف اللي حققها كولر مع انشيلوتي مش وصلنا لاربع وخمس اهداف قفشه وشريف وعبد القادر حقيقي. لا بس قلنا بص انت قلنا طالع كتير. انت طالع زعلان مش عشان خسرت، انت زعلان عشان كانت الدنيا يعني قريبه قريب جدا قريبه قوي ممكن جدا انت وصل بيك اما الناس بتقارن قال لك ما في حدش وقف فينيسيوس غير هاني. بص هي خطا لعبه شطرنج، معلش انت خدت خطوه أهي. شطرنج أهي. عملت فجوه خبره بنتعلم بيها طبعا بس في النهايه يعني بتهيألي هم دول اهم لقبين وبطولتين.
بعد رحيل شريف ورحيل شادي، وصحيح انه يمكن ما خدوش فرصه كبيره قوي مع مارسيل كولر، كان اعتماده عليهم يعني شريف يمكن نسبيا اكتر من شادي، لكن في النهايه اسمين اتنين فراوده في نادي الاهلي مشوا. صحيح انت جبت صلاح محسن، بس زاد قلق الجمهور شويه من قصه عدم وجود توفير المهاجم. شايف ده واحد زي واثنين يعني انت عايز واحد واثنين مش عايز واحد بس. بص انا مقتنع ان الراجل ده جزء بتاع كهربا منتهي. تطوير اداء صلاح محسن الفرصه ما بتجيش 100 مره، لتاني مره بتجي لك يا صلاح. انت عملت حاجات اقنعت الراجل وراجع باقتدار زي ما محمد عبد المنعم اثبت ورجع يعني رجع بامكانياته. أيوة. وفرض نفسه ان موسيماني يطلبه بوجود مجلس اداره ورجع محمد عبد المنعم. انت بقى في الوقت ده صلاح انت موجود وكهربا، ووارد النادي الاهلي باذن الله في الفتره بتاعت النمسا تلاقي اتنين فراوده او فرود لغايه ما يجي واحد تاني فتره الانتقالات الشتويه. ويعني المعلومات اللي جايه انه باذن الله ان شاء الله انه المهاجم موجود في معسكر والنمسا، يعني ان شاء الله باذن الله هنشتغل على كده يعني. انا بقول مع حضرتك اهو، بس طبعا انا ما يعني ما بقى يعني 50 50 اتعلمت انه ما اقولش المعلومه لما اكون متاكد منها 100%. مش شايف المهاجم نفسه واقف جوه النادي الاهلي يعني، مش يعني يكون واقف جوه النادي الاهلي. انت حتى لو حد اسمر معدي كده ما تشك. حاجات كتير جدا بتحصل في يعني يعقوب مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا التفاصيل من اول مفاوضات لغايه لما كل حاجه تمام لغايه ما كشف، لكن محدش كان يعرف انه كشف الطبي لا صفقه مش هتتم، فما كنتش تقدرش تتكلم الا لما كل حاجه تبقى خلاص دن. وجلال الدين احنا شفنا لغايه الكشف الطبي، جلال الدين شاليبوف وصلنا لغايه الكشف باذن الله هيكون في معسكر النمسا، وهتلاقي اللي بيسخن في اللي مطلوب من معسكر النمسا. انت مستني ايه من معسكر النمسا؟ يعني كجمهور مستني يتمنى يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الماتشين، الاهلي يلعب ماتشين من 28 ل 6 هيتم اتفاق على مباراتين وديتين، اتمنى ان هم يتذاعوا يعني عشان نتفرج لانه الاهلي وحشنا. طبعا ايه اللي انت مستنيه من معسكر النمسا؟ انت مش منتظر يعني اداء لعيبه النادي الاهلي او اسلوب النادي الاهلي او طريقه كولر، انا منتظر رضا سليم، منتظر امام عاشور، مرتزق اكرم، كريم فؤاد، منتظر اشوف متولي ست لعيبه بيلعبوا او بيدخلوا على الفريق، يعني مش هقدر اعتبر اكرم هما الحقيقه كلهم اكرم وكريم. كريم هو اكتشاف كولر. اكرم اكتشاف اي مدير فني. ما مش هنختلف عليه، ربنا يكرمه ويرجع بس اكرم ما اشتغلش برضه مع كولر قوي ايا يعني كان ايا كان. بيقول لك اداؤه وشكله واسلوبه وطريقته اقنعت بيه الراجل قبل نزوله الملعب. حته بقى امام ورضا دي مهمه بالنسبه لي، وبرضه صلاح وصلاح طبعا صلاح محسن وكريم يعني مش غربة، بس مش غربه على النادي الاهلي. اما امام جديد على النادي الاهلي، رضا سليم جديد على النادي الاهلي. انا مش قلقان من امام. امام ورضا لعيبه كبيره في النادي الاهلي، ممثلين لمنتخباتهم. امام هيجي النادي الاهلي هيعمل اللي نفسه فيه، وامكانياته وشخصيته هيفرض نفسه على اي حد ان شاء الله بتركيزه بالتزامه هيبقى في حته تانية. مع كولر هيبقى في حته ثالثه خالص. كولر عمل حمدي فتحي المتطور، احنا عارفين حمدي فتحي رقم 6، لا عمل حمدي فتحي المتطور. عمل 8 أيوه. عمله 6 يبص على حمدي فتحي مع موسيماني ويبص على حمدي فتحي مع كولر، مع كولر يقول لك دول اتنين لعيبه. نعكس بقى مختلفين. نشوف مروان عطيه مع السربي ونشوف مروان عطيه مع كولر. ايوه انا رقم 8 اللي بزيده بعمل المهام اللي بيعملها حمدي فتحي، لا انا المسمار اللي بعمل اتزان لربط خطوط الملعب كلها انا مروان عطيه. عملت الو ديانج مع كولر المتطور اللي بيزيد، بيرستاو اللي مع كولر، محمد هاني اللي مع كولر، حسين وعبد القادر، كل لعيبه النادي الاهلي يا استاذ احمد. التطوير ظهر على لعيبه النادي الاهلي بفكر مدير فني لكن يقدر واخلاص لعيبه. يعني يقدر وانت بتقول ده بدايه استعداد لموسم تتوقع وهتخلص يعني هتخلص ده وتبتدي تخش في بطوله على طول، بطوله سوبر الافريقي. انا بقول هل دي فتره كافيه انه الاسماء دي برضه راجعة بعد غياب، حتى لو منهم كان موجود في سكواد الاهلي وحتى لو منهم ناس اشتغلت مع كولر، يحصل الانسجام، يحصل قرايه فكر الراجل فتره كافيه ولا ما نستعجل يعني؟ لا الكلام ده اقوله لو مش النادي الاهلي. لا بص انا لما باجي اتفرج بقى، احنا سيبنا بقى القناه وسيبنا الشغل،
انا لما هاجي اتفرج على اول ماتش مع مارسيل كولر هبقى مستني اشوف الاهلي توب فورم، فاهم قصدي؟ هل ده طبيعي ولا يجب ان احنا ما نستعجلش على اللعيبه دي؟ يجب انه باش صلاح محسن بالذات لانه مركزه هيبقى عليه لود وضغط كبير جدا، امام ورضا داخلين الاهلي قلعه الاهلي لاول مره، فبالتالي في اجواء غريبه، الانسجام، التاقلم مع الدنيا، ده ياخد وقت ولا؟ بص، الجماهير اللي في البيوت والجماهير اللي في الملعب لازم تصبر عشان الاستمراريه، العجله لما بتدور بيوصل للاستقرار ويوصل للتجانس واحده واحده. بس انا بقول لحضرتك هيبقوا حاجه ثانيه. الراجل ده الراجل ده اقصد اقول مش هياخد وقت، الراجل ده مش هياخد وقت، مش هياخد وقت في ده. كولر مع الشخصيات دي ومع اسلوب لعب رضا وامام وصلاح محسن مش هياخد وقت. عنده درجة التطوير بتبقى واضحة قوي. يعني خد بالك الحتة بتاعت صلاح محسن جايب حد مش هيشتغل بالفكر القديم اللي هو كان شغال بيه في وجود شادي وشريف وكهربا. الربط اللي في نص الملعب ده شغله هو، راجل كان لعيب نص ملعب هيعرف يعمل التجانس كويس. الحتة بتاعت خط الظهر ما فيهاش حد، جمبريلي هو نفس الشغل، بل الانسجام مع أي حد في وجود خالد عبد الفتاح ولا رامي ولا ياسر ولا محمود متولي ولا عبد المنعم، الانسجام موجود. حتى أطراف النادي الأهلي أنت ما عندكش مشكلة، المشكلة كلها في الحتة الأمامية. هو جايب اللي هيشتغل تكثيف محاضرات عملية ونظرية لمحسن والكهرباء، وهو هيعرف يعمل الربط ما بين رضا كطرف وكامام. انت دلوقتي الناس ماشيه في الشارع ماسكه ورقه وقلم بلانشيتا وبيعمل فيها ملعب، يقول لك ايه هيبدا بمين؟ هيلعب رضا ولا يلعب تاو ولا يحط حسين ولا امام؟ هيبقى امام بيعمل دور حمدي؟ الناس بقت بتعمل ده وبتعمل لك سيناريو واثنين وثلاثه، وبتعمل لك خطه واثنين وثلاثه، وبتعمل لك تشكيل واثنين وثلاثه. احنا مستفيدين، احنا كلاعيبه النادي الاهلي اللي دلوقتي بنتفرج بنقول الراجل ده عنده من الثقافة الفنية والنفسية والمحبة لاسم النادي الأهلي يعرف يحتوي الموقف بسرعة ويعرف يشكله زي ما هو عايز. مش هياخد وقت، أنا عارف أنا بقول إيه. في صفقات تانية كنت تتمنى إنها تحصل في لا. لا 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 الراجل اللي ما عرفش موسيماني يعمله في حتة التحضير من ورا، لعيبة النادي الأهلي كلها دلوقتي بقت بتحضر، ما بقتش متولي وعبد المنعم بس. موسم طويل يا كابتن. شوف انا لسه بقول لك ايه، بقى خالد بيحضر، بقى رامي بيحضر، بقى ياسر بيحضر. خلاص بقت الموضوع مش صعب. الربط ما بين خطوط النادي الاهلي اللي كانت مسافتها بعيده قوي في وجود موسيماني وسواريش بقت مع كولر قريبه قوي وسهله قوي. هي الفكره اداء لعيبه، الفكره شخصيه مدرب، الفكره شخصيه لاعب تقنع المدرب باللي هو بيشرحه. المجموعة كلها متكاملة، مجلس إدارة بيوفر كل حاجة، حتى الأجهزة اللي هو كان طالبها لتطوير حاجات معينة اتحققت له. فمش هنقول الكلمة المعتادة اللي بيقولها أي حد، مفيش حجة، لا، لعيبة النادي الأهلي عارفة كويس قوي هي راحة المعسكر للهدف بإذن الله للتتويج لمباراة السوبر عشان يبدأ الموسم ببطولة زي ما بدأ الموسم السنة اللي فاتت ببطولة السوبر. هي نفس تتحقق، ده كان سوبر محلي اهلي وزمالك، ده سوبر افريقي ما بين الاهلي. معتز محمد، كريم الدبيس زعلوه، شايف فرصهم ازاي مع النادي الاهلي؟ يعني تقديرك انت وتقييمك لخامتهم. انا مبسوط ان الراجل ابتدى يدخل يطعم، يعني عارف اللي بيعمل تورتايه هو مطعم بكريزات معينه. دخل خليل ودخل زعلوك ودخل وفي كوكا كان موجود طبعا. مجموعه كبيره موجوده. معتز محمد عشان المكان ده كمساك، انت شايف خامة كويسة مبشرة مع مدير فني يقدر يطور من المحلي للأوروبي بإذن الله. سؤالي الأخير وسريعا، مو صلاح الكلام على استمراره في ليفربول أو رحيله لاتحاد جدة، رأيك؟ أعتقد 90% بعد اللي قاله كلوب والرد بيه صلاح، 90% صلاح هيكمل مع ليفربول بعد كده ياخد القرار. أعتقد ممكن في الانتقالات الشتوية اللي جاية دي أو هتبقى مع نهاية الموسم. صحيح. مبروك بداية موسم جديد، نورت الدنيا واسعدتنا بوجودك معنا كابتن عمرو، وان شاء الله باذن الله موسم يكون ناجح وموفق كما عودنا الاهلي دائما. حبيبي يا استاذ احمد، وربنا يكرمهم ويسافروا بالف سلامه ويحققوا المطلوب منهم،
احنا تملي هو مصدر الفرحه الوحيده طبعا في الكره المصريه هو النادي الاهلي. لا ده موسم طال انتظاره. احنا عايزين بقى نفرح بقى كتير ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن عمرو حبيبي وجودك معانا. شكرا ليكم على متابعتنا. بكره ان شاء الله حلقه وهنتابع معاكم يوم بيوم وهنشوف ان شاء الله كمان امكانيه ان احنا نكون موجودين في معسكر النمسا وننقل لكم استعدادات الاهلي للموسم الجديد لحظه بلحظه ويوم بعد يوم. بشكركم على المتابعه. بكره حلقه جديده من السادسه. تحياتي ليكم.